يمكن حقق المراد هذا النادي؟ شلون كان الموسم لك على المستوى الشخصي؟ والله شوف، يعني بكل المقاييس هو موسم صعب بالنسبة لي. أنا أول تجربة يمكن أخوضها مع فريق يعني بهذا المستوى الصراحة. يعني خلينا نكون واقعيين، يعني الإدارة ما قصرت بأي شيء بالفريق، لكن أنت شوف سوء الاختيار، اختيار اللاعبين، اختيار نوعية اللاعبين اللي بالفريق دائما تؤدي لنتائج عكسية. الكواليتي مال اللاعبين مو بالمستوى اللي مطلوب حقيقة. من خلال هذا المبارك أحب أشكر فريق نفط البصرة وأشكر الإدارة اللي ما قصروا طول هذا الموسم مع الفريق، لكن هذه إمكانية الفريق. موسم صعب عشته بكل المقاييس، يمكن هذه أول مرحلة أمر بهيك ظروف صعبة من ناحية النتائج السلبية اللي حققها الفريق. بالأخير بالتالي قدر الفريق أن يوقف يمكن على حاله ويقدر يثبت في دور المحترفين. طيب خلينا نشوف مازن وموسمه.